سواش؟ لا مو سواش يا خانو. معقول بهالسرعة نسيتي أمك؟ ماما أنا مستحيل أنساكي. ولك يا عيب الشوم عليكي، ما عم تتذكريني؟ وبرافو عليه سواش، قال لي إنه ما رح يبعد حفيدي عني، ولسه ما مرق يوم واحد قام هوب أخذ الولد وطار فيه. إذا كتير مشتاقتي له لحفيدك أنت كمان طيري لهون، وهيك بتديري بالك عليه. دخيلك ما رح إجي. يلا روحي سواش بده يدقلك، يلا روحي. يلا باي. شو قالت لك؟ شو بدها تقول؟ عم بتقول يلا أمي تعالي. رعاية الولد مانا سهلة. طيب ليش ما بتروحي؟ وتخلى عن نظام حياتي هون وروح ما؟ شي طبيعي. والله ما بعرف، بصراحة ما بدي. إيه حاجتك بقى تمثيل، حاجتك.